السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع لازم يوصل لكل الناس ويسمعوه كل الناس، واللي راح يسمع هذا المقطع رب العالمين سبحانه وتعالى يريد به خيرا وإنه ذو حظ عظيم. واللي بدي أحكيه كمان شوي كلام كثير خطير جدا جدا جدا، وأنا مسؤول عن كل حرف فيه ومسؤول عن كل حرف أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس وأمام كل إنسان بيسمعني. وهذا الكلام اللي بدي أحكيه لست مضطرا ليمين ولست مضطرا لقسم على ذلك، من صدقني فقد نجا ومن كذبني هو وشأنه عاد. اللي بدي أتكلم فيه لازم تفهموه وتسمعوه. رأيت المسيح الدجال، رأيت المسيح الدجال، رأيت المسيح الدجال، حكيتها 3 مرات عشان أنا متأكد من اللي بحكي لكم إياه، وبدي أحكي لكم أوصافه ولازم تنتبهوا جدا. وإحنا في زمن قد أضلنا، أنا ما بخوفكم لكنه والله العظيم فتنة شديدة جدا جدا جدا. لا تفكروا الموضوع سهل، فتنة المسيح الدجال فتنة شديدة جدا. المسيح الدجال لن ينبت زرعا ولن ينزل ماء، انتبهوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ما في واحد راح يشوف رب العالمين في الدنيا نهائيا، لا تتوقع إنك راح تشوف رب العالمين. إياك من فتنة الدجال، لا تفكر إنه الدجال إنسان عادي راح يجيك ويسلم عليك وإنت تعرف إنه الدجال، ستفتن به فتنة شديدة. رأيت المسيح الدجال وبدي أعطيكم أوصافه. ورأيت المسيح الدجال لأنه إحنا في زمن قد أضل لنا هذا المسيح الدجال، وإذا خرج في هذا الزمن سأكون خصمه وسأكون حجيجه، لأني عرفته وأتذكر ملامحه وأتذكر كل شيء منه. هذا رجل مخيف جدا 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 وفتنته شديدة، لدرجة أني لما رأيت وقع في نفسي أنه رب العالمين، لدرجة إني لما رأيت وقع في نفسي أنه رب العالمين وخسئ وكذب وكاذب هو وليس برب العالمين. بدي أحكي لكم أوصافه. هذا الرجل هيئته، أنا ما بدي أقسم، ما بدي أحلف ولا يمين، لأني صادق، واللي بده يصدقني يصدقني واللي ما بده يصدقني هو حر. أوصاف هذا الرجل: يشبه الفراعنة القدماء. طبعا أنا ما شفته مرة ولا مرتين ولا ثلاث، شفته كثير كثير وما كنت أعرف منه كثير، شفته ما كنت أعرف منه حتى تجلى لي الليلة في رؤيا أنه هو، وتأكدت 1,000,000% أنه هو، ولذلك طلعت في هذا المقطع. هذا الرجل يشبه الفراعنة وليس من الفراعنة، يشبه الفراعنة القدماء ولكنه ليس من الفراعنة. يعني أنت للوهلة الأولى ستظن أنه من الفراعنة لكنه ليس من الفراعنة. يشبه الشرق أسيويين ولكنه ليس من الشرق أسيويين. وجهه أبيض 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 مدور وواضح كل ملامحه فيه، سوى عينه اليسرى هكذا، عينه اليسرى هيك، هذه العين واسعة وعينه اليسرى هكذا، وهي إيه؟ كأنها صناعية. رأيت كأنها عين صناعية ولكن ليس فيها قبح، يعني هي صغيرة وعين كبيرة ولكن ليس فيها قبح. أمرد ليس له لا لحية ولا شوارب، ورأسه واضح، ومن نظر إليه كأنه ينوم تنويما مغناطيسيا، جميل الهيئة والمحية، يعني إذا نظرت إليه يسلب عقلك ويسلب قلبك حتى تظن من شدة جماله أنه رب، وهو ليس برب، وهو كذاب أعور. لأني رأيت على صورته الحقيقية أن هذه عينه طافية، ليست هكذا، هو إما يسحر عينك كأنه له عين ثانية، وإما أنه بكون مركب عين صناعية ما بعرف، لكن لما رأيته على هيئته الحقيقية عين هذه طافية، ليس له عين، عين واحدة في اليمين أما عينه اليسرى طافية. رأيته وأنا متأكد مما أقول: ثم إذا جاءك ونظرت إليه ونظر إليك كأنه ينومك تنويما مغناطيسيا، كأنك بتتنام تنويم مغناطيسي، ستتبعه وأنت لا تشعر لماذا تتبعه، ستسمع وأنت لا تشعر لماذا تسمعه. فتنته شديدة جدا 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 جدا. هو شاب يمكن في الثلاثينات في الأربعينات هيك عمره، وأنه كأنه يريد أن يخرج، ولكن من تفرس به سيقرأ في جبينه الكفر. أنا هين حكيت لكم، أنا شفته وصحيت أقرأ فواتح سورة الكهف، أول 10 آيات من سورة الكهف، حتى تجلت عني سورته، حتى ذهب عني روعه، حتى ذهب عني خوفي، لأنه أول ما رأيت وقع في نفسي أنه رب العالمين وهو ليس برب العالمين. افهموا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يا ريت هذا المقطع يوصل لكل الناس. يبدو أننا في زمن الدجال، يبدو أننا في زمن الدجال. هلأ باختصار بعد كل هذا الحكي،
أنا بعرف ناس رح يلوموني ليش تطلع تحكي، أنا بعرف يا أخي أنت مجنون، أنت شوف ما ناس رح يتهموني بالجنون، ناس رح يتهموني بالكذب، يحكوا اللي بدهم يحكوا، ناس رح يتهموني بالتسرع والتهور وإني أنا طب طالع بتكلم، احكوا اللي بدكم تحكوه عني، أنا بنحذركم وبنذركم وانتم الباقي عليكم، انتم حرمين، انا يعني اصلا شو جاييني؟ انا لما احكي لكم هذا الكلام انا بعرض نفسي للاذى، مش جاييني ايش؟ لا جاييني منكم فلوس، ولا جاييني منكم ولا شيء، ولا اي شيء، يمكن ما يجيني من هذا الكلام الا الضرر، لكني شعرت انه هاي مسؤوليه لازم اوصلها لكل الناس عشان ينتبهوا لانها فتنه شديده. يا عمي فتنه شديده ما حد راح يقدر لها، ما حد راح يقدر لها، اكثروا من قراءه سوره الكهف، اكثروا من قراءه سوره الاخلاص، اكثروا من قول كاف ها يا عين صاد. ردوا علي، ردوا علي، مش ماخذ منكم إشي. يا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، هذا إنذار، أنا النذير العريان، اعتبروني أنا النذير العريان، النذير العريان اللي كان يجي للعرب يشلح أواعي وينبههم إنه في غارة جاءت عليهم. هذه الأعوام القليلة القادمة ستبدي لكم أشياء عظيمة، وانتظروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع لازم يوصل لكل الناس ويسمعوه كل الناس، واللي رح يسمع هذا المقطع رب العالمين سبحانه وتعالى يريد به خيرا وإنه ذو حظ عظيم. واللي بدي أحكيه كمان شوي كلام كثير خطير جدا جدا جدا، وأنا مسؤول عن كل حرف فيه، ومسؤول عن كل حرف أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس وأمام كل إنسان بيسمعني. وهذا الكلام اللي بدي أحكيه لست مضطرا ليمين ولست مضطرا لقسم على ذلك، من صدقني فقد نجا ومن كذبني هو وشأنه عاد. اللي بدي أتكلم فيه لازم تفهموه وتسمعوه. رأيت المسيح الدجال، رأيت المسيح الدجال، رأيت المسيح الدجال، حكيتها 3 مرات عشان أنا متأكد من اللي بحكي لكم إياه، وبدي أحكي لكم أوصافه لازم تنتبهوا جدا. وإحنا في زمن قد أضلنا، أنا ما بخوفكم لكنه والله العظيم فتنة، فتنة شديدة جدا جدا جدا. لا تفكروا الموضوع سهل، فتنة المسيح الدجال فتنة شديدة جدا. المسيح الدجال لن ينبت زرعا ولن ينزل ماء، انتبهوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ما في واحد رح يشوف رب العالمين في الدنيا نهائيا، لا تتوقع إنك رح تشوف رب العالمين، إياك من فتنة الدجال. لا تفكر إنه الدجال إنسان عادي رح يجيك ويسلم عليك وإنت تعرف إنه الدجال، ستفتن به فتنة شديدة. رأيت المسيح الدجال وبدي أعطيكم أوصافه، ورأيت المسيح الدجال لأنه إحنا في زمن قد أضل لنا هذا المسيح الدجال، وإذا خرج في هذا الزمن سأكون خصمه وسأكون حجيجه، لأني عرفته، 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 وأتذكر ملامحه وأتذكر كل شيء منه. هذا رجل مخيف جدا 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 وفتنته شديدة، لدرجة أني لما رأيت وقع في نفسي أنه رب العالمين، لدرجة إني لما رأيت وقع في نفسي أنه رب العالمين وخسئ وكذب وكاذب هو وليس برب العالمين. بدي أحكي لكم أوصافه. هذا الرجل هيئته، أنا ما بدي أقسم، ما بدي أحلف ولا يمين، لأني صادق، واللي بده يصدقني يصدقني، واللي ما بده يصدقني هو حر. أوصاف هذا الرجل: يشبه الفراعنة القدماء. طبعا أنا ما شفته مرة ولا مرتين ولا ثلاث، شفته كثير كثير وما كنت أعرف منه، كثير شفته ما كنت أعرف منه، حتى تجلى لي الليلة في رؤيا أنه هو، تأكدت 1,000,000% أنه هو، ولذلك طلعت في هذا المقطع. هذا الرجل يشبه الفراعنة وليس من الفراعنة، يشبه الفراعنة القدماء ولكنه ليس من الفراعنة، يعني أنت للوهلة الأولى ستظن أنه من الفراعنة لكنه ليس من الفراعنة. يشبه الشرق آسيويين ولكنه ليس من الشرق آسيويين، وجهه أبيض 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 مدور وواضح كل ملامحه فيه، سوى عينه اليسرى هكذا، عينه اليسرى هيك، هذه العين واسعة وعينه اليسرى هكذا، وهي إيه؟ كأنها صناعية. رأيت كأنها عين صناعية ولكن ليس فيها قبح، يعني هي صغيرة وعين كبيرة ولكن ليس فيها قبح. أمرد ليس له لا لحية ولا شوارب، ورأسه واضح، ومن نظر إليه كأنه ينوم تنويما مغناطيسيا، جميل الهيئة والمحية، يعني إذا نظرت إليه يسلب عقلك ويسلب قلبك حتى تظن من شدة جماله أنه رب، وهو ليس برب، وهو كذاب أعور، لأني رأيت على صورته الحقيقية أن هذه عينه طافية، ليست هكذا، هو إما يسحر عينك كأنه له عين ثانية، وإما أنه بكون مركب عين صناعية ما بعرف، لكن لما رأيته على هيئة الحقيقية عين هذه طافية، ليس له عين، عين واحدة في اليمين أما عينه اليسرى طافية. رأيته وأنا متأكد مما أقول
ثم إذا جاءك ونظرت إليه ونظر إليك كأنه ينومك تنويما مغناطيسيا، كأنك بتتنام تنويم مغناطيسي، ستتبعه وأنت لا تشعر لماذا تتبعه، ستسمع وأنت لا تشعر لماذا تسمعه. فتنته شديدة جدا 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 جدا. هو شاب يمكن في الثلاثينات في الأربعينات هيك عمره، وأنه كأنه يريد أن يخرج، ولكن من تفرس به سيقرأ في جبينه الكفر. أنا هيني حكيت لكم، أنا شفته وصحيت أقرأ فواتح سورة الكهف، أول 10 آيات من سورة الكهف، حتى تجلت عني سورته، حتى ذهب عني روعه، حتى ذهب عني خوفي، لأنه أول ما رأيت وقع في نفسي أنه رب العالمين وهو ليس برب العالمين. افهموا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يا ريت هذا المقطع يوصل لكل الناس. يبدو أننا في زمن الدجال، يبدو أننا في زمن الدجال. هلأ باختصار بعد كل هذا الحكي، أنا بعرف ناس رح يلوموني ليش تطلع تحكي، أنا بعرف يا أخي أنت مجنون، أنت شوف ناس رح يتهموني بالجنون، ناس رح يتهموني بالكذب، يحكوا اللي بدهم يحكوا، ناس رح يتهموني بالتسرع والتهور وإني أنا طالع بتكلم، احكوا اللي بدكم تحكوه عني، أنا بنحذركم وبنذركم وأنتوا الباقي عليكم، أنتوا حرمين، أنا يعني أصلا شو جاييني؟ أنا لما أحكي لكم هذا الكلام أنا بعرض نفسي للأذى، مش جاييني إيش؟ لا جاييني منكم فلوس، ولا جاييني منكم ولا إشي، ولا أي إشي، يمكن ما يجيني من هذا الكلام إلا الضرر. لكني شعرت انه هاي مسؤولية لازم اوصلها لكل الناس عشان ينتبهوا، لانها فتنة شديدة يا عمي، فتنة شديدة ما حد راح يقدر لها، ما حد راح يقدر لها. اكثروا من قراءة سورة الكهف، اكثروا من قراءة سورة الاخلاص، اكثروا من قول كاف ها يا عين صاد، ردوا علي، مش ماخذ منكم اشي. يا قوم لا اسألكم عليه مالا، لا اسألكم عليه اجرا، هذا انذار، انا النذير العريان، اعتبروني انا النذير العريان، النذير العريان اللي كان يجي للعرب يشلح اواعي وينبههم انه في غارة جاءت عليهم. هذه الاعوام القليلة القادمة ستبدي لكم اشياء عظيمة، وانتظروا.